أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المرصد الثقافي. ننقل هذه الحلقة من معرض بيروت الدولي للكتاب، تابعوا معنا. أعزائي، الضيف الأول في هذه الحلقة الدكتور وجيه فانوس، أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين. دكتور، وأخيرا حظينا فيك وبالمعرض، نحن كنا موعدين بحلقة عن اتحاد الكتاب. نحن حاضرين دائما. أهلا وسهلا دكتور فانوس، نحن مجتمعين هلا بمناسبة ثقافية مهمة، معرض بيروت للكتاب بعد 50 عام، يمكن هيدي واحد أو اثنين بعد 50، اللي يعتبر من أعرق وأقدم المعارض برأيك. هل لازالت في ظل هالمتغيرات الحالة الثقافية أو معارض الكتاب قادرة تقدم شيء؟ معرض بيروت العربي الدولي للكتاب هو أيقونة في تاريخ الثقافة العربية والعالمية، وشاهد على عراقة بيروت الثقافية وفعلها في المجال المعرفي والأدبي والجمالي والعلمي. سنوات كثيرة مرت وبيروت كانت تتصدر المسيرة، وما زالت بيروت إلى حد كبير تساهم في تصدر المسيرة، لكن ما نعيشه اليوم قد لا يبشر بخير. ما نعيشه اليوم من تفكك وتفتت، صحيح أنه تفتت سياسي وربما عسكري وربما اقتصادي، ولكننا لا يمكن أن ننكر أن كل هذه الأمور تؤثر على الفعل الثقافي، تؤثر على عقل المثقف وعلى تفاعل المثقف معها، فيتلهى بأمور هي من قشور الحياة ويضطر لترك أسس الحياة ليتفكر في ظروف عيشه اليومية وساعاته. لذلك من هنا أتوجه وعبر هذه الشاشة الكريمة وبرنامجك الطيب الذي ننتظره باستمرار إلى كل الشعب في لبنان، إن كنا نريد أن نعود إلى تلك السنوات الذهبية ونجددها بمفاهيم العصر وبمفاهيم العولمة التي تقبل علينا ونقبل عليها شئنا هذا الأمر وأبينا، فلنترك كل هذا التباغض وكل هذا التقاسم وكل هذا التناحر الضيق، ولنعد إلى ثقافة رائدة يفتخر بها العالم العربي ونفتخر بها نحن، وتسعى مع الأمم الراقية إلى تقدمها. شكرا كثير لمشاركتك دكتور. شكرا لكم ولبرنامجكم ولك بالذات شاعرتنا الكبيرة. أعزائي المشاهدين، على هامش معرض بيروت الدولي للكتاب يسعدنا أن نلتقي الصديقة والزميلة الأستاذة رانيا المعلم، المديرة العام لدار الساقي. ست رانيا، أهلا وسهلا، نحن بنرحب فيك بدار الساقي. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا. ست رانيا، بدنا نحكي بالبداية عن معرض بيروت للكتاب. أنتم دار يعني بتشاركوا بمعارض عربية ودولية كثيرة معروفة، مساهمات دار الساقي، لكن معرض بيروت بالكتاب شو بيشكل بوجدان هذه الدار؟ لكن له رونق خاص كونه نحن موجودين ببيروت و منشتغل له كتير، منحضر له كتير، مثل ما بتشوفي يعني بناخذ له مساحة كبيرة. نعم. وتوقعاتنا منه يعني عم تجي على القد تقريبا، مش عم نتوقع كتير، وعم نكون واقعيين لأنه الظروف الأمنية بالبلد منا كتير منيحة، ظروف المحيطة بالمنطقة منا كتير منيحة، بس برضو عم نعتبر أنه مجرد أنه هالمعرض عم يقدر يستمر من سنة لسنة، أنا برأيي هي خطوة كتير إيجابية. وعم نتأمل خير، عم نتأمل خير، وكل سنة عم يكون منيح، يعني ببلش شوي خجول بيرجع بيصير منيح. هلأ السنة يعني نتأمل يكون في مشاركة أكثر عربية، مع أنه منعرف أنه مثلا دور نشر قليلة مصرية شاركت، يمكن لحديت هلأ عرفت دارين فقط. سوريا كمان يعني بظل الأزمة دور نشر قليلة، بس يعني منيح اللي عم يصير، نحن مبسوطين، نحن مبسوطين أنه عم يصير واليوم افتتحنا. ممتاز.
ممتاز. خلينا نحكي ست رانيا شوي عن مشاكل النشر. يعني في كثير دور بتقول لك انه ما عادش بدنا نطبع مثلا كتاب الشعر لانه ما في اقبال عليه. في ناس بتتجه مثلا لكتب الطبخ، كتب علم الفلك، طبعا مع احترامي لكل كل انواع الكتابه، بيقول لك انه بهذا بالسوق عامل هيك. انتم دار تعتبر يعني نخبويه، شغلين على الشعر وشغلين على الروايه بالوقت اللي فيه، يعني مين يقول انه لا الكتب الفكريه لانه الجامعات تحتاجها كمراجع يعني يستعملونها في الشهادات اهم. كيف بتلاقي تقييمك لهالشيء؟ ليكي عم نحاول نوازن كدار، انت كناشر بدك تحاولي توازني بين رسالتك الثقافيه ورسالتك التجاريه. الازمه موجوده، الازمه عم تزيد هيدي التحدي اللي عندك بين رسالتك الثقافيه ورسالتك التجاريه، بس برضه ما في يعني برضه انت بدك تطلعي كتاب كويس ويبيع، لانه ما بدك تطلعي كتاب كويس وتحطيه بالمستودع. نعم. طبعا في بعض الفئات ما بقى فينا نطلعها، في بعض الانواع ما بقى فينا نطلعها، الشعر عم نطلع لاسماء كثير محدوده لانه بالواقع الشعر ما عم يبيع، ما كمان انت بدك تطلعي كتاب توصليه للقارئ. عم نطلع فكر وسياسه وعم نطلع ادب روايات، شعر قليل ما عم نطلع. هلا المشكله هلا انه صراحه ما يطرح على الدار من كتب فكر وسياسه قليل، وما يطرح لا يستاهل النشر، لانه برايي بعد بكير نأرخ للي عم يصير بالدول العربيه وللربيع العربي، بعد بكير. ناس الكتاب عم يتسرعوا شوي بالكتابه وعم يصدر كثير، نحن عم نشوف شو عم يصدر من يوميات الثوره ومن يعني هواجس والى اخره. بس تنتصر الثوره كان نزل، بلش ينزل كتب. مزبوط مزبوط، بس انا برايي يعني الناس قاعده على الفضائيات وعم تتابع، ايه يعني منا بحاجه تشتري كتاب. دونك اذا بدك اللي عم لاحظه هلا هو انه الكتب الفكريه الثقيله شوي قليله، بس هيدا انا برايي مفهوم بهالمرحله اللي نحن عم نمرق فيها. يعني نحن بهالمرحله نشرنا تقريبا يمكن 3 كتب فقط، انه الشعب يريد جلبير الاشقر، حازم صغي كمان كتاب عن الانتفاضات العربيه، وهاشم صالح الانتفاضات العربيه على ضوء فلسفه التاريخ. يعني نحن براينا هودي منيح، يعني بهالفتره القارئ يقدر يقراهم فقط مش اكثر. بالنسبة للعلاقة مع المغرب العربي، هناك من يقول يعني في انقطاع ما بين الثقافة المشرقية والثقافة المغربية، قديش دار الساقي مثلا قدرت تتخطى هاي، ولا بعدكم يعني بتعتبروا حالكم دار يعني تنشر في الشرق الأوسط أكثر؟ لا، موجودين نحن بالمغرب، موجودين بقوة بالمغرب، وبالمغرب كتبنا الفكرية والسياسية بتبيع منيح. يعني انا بعرف من المعرض اللي بيصير هونيكي، وبعرف من طبعا نعرف من حجم الطلبيات اللي بتصير، وبتعرف من العلاقه مع الموزعين. لا، العلاقه كثير جيده والبيع منيح. ممتاز. خلينا نحكي، انا كاني شفت في شيء اسمه عنوان للاطفال او الساقي للاطفال، ولا انا فهمت غلط؟ يعني قديش الاطفال احتلوا مساحه بدار الساقي؟ واظني مؤخرا، يعني شيء جديد؟ ايه يعني ما صار سنتين. عن جديد فكرنا انه طب نحن ليش ما عم ننشر للاطفال، وفكرنا من منطق انه نحن بدنا نطلع شيء للطفل مش وعظي ولا نصائح ولا ارشادي ولا تعليمي، شيء ممتع ولذيذ ويلعب فيه وبنفس الوقت يقدر يتعلم، بس مش بالمنطق الجاف التعليمي. بقى بلشنا على صعيدين، صعيد الترجمه، وترجمنا كثير سلسلات عالميه مثل جلادياتر، المحارب، ورواد الزمن، ودونك في شق الترجمه وفي شق اللي عم ينكتب باللغه العربيه. سوري. والمهم بهيدا الادب هو انا برايي ادب المراهقين، لانه ادب المراهقين قليل ما خاصه وقليل اللي عم ينكتب باللغه العربيه. مشان هيك نحن بنقول ليش اولادنا، ليش شبابنا بيروحوا على اللغه الاجنبيه؟ منيحه اللغه الاجنبيه، ما عندنا مشكله مع اللغه الاجنبيه، بس كمان مريح يقرا باللغه العربيه. نحن اصدرنا مؤخرا كمان كتابين لفئه المراهقين اللي هن غدي وروان لفاطمه شرف الدين وسمر براج، وكاشف الاسرار لهدى القدومي. واليوم اخذ اخويا مميزان قصه فاطمه شرف الدين ورسم ريم الجندي افضل اخراج بالمعرض، جائزه افضل اخراج. بقى ممتاز، بلشنا بجائزه، بلشنا بجائزه، يعني ايه مبسوطين، ويبدو المعرض وجهه خير علينا. انا عم شوف على رفوف الكتب هون، يعني انا بعرف انه دار الساقي هي تاسست بلندن، بس تاسست بروح كثير عربيه مع المرحومه
الست ما يغصب. وهلا عم شوف عندكم يعني بعض الكتب بالانجليزيه او الفرنسيه، انتم النشر باللغه الاخرى جديد عندكم ولا هو قديم وما كنا نعرف؟ لا، هو النشر بلندن، هو الساقي بلش كمكتبه بلندن، رجعوا بلشوا بالسبعينات النشر الانجليزي، وهلا هناك دار نشر قائمه بذاتها بلندن هي الساقي بوكس اللي بينشروا بالانجليزي. النشر العربي بلش بالثمانينات ببيروت، بس هن ثلاث شرك منفصله باداره واحده، بس الاداره هونيك مستقله عن الاداره هون. النشر الانجليزي منفصلين، بس نحن من يعني نحن طبعا من روجوا لاعمالهم ونبيع الكتب تبعهم. ان شاء الله ست رانيا هيك المعرض يكون افتتاحية خير نحن باليوم الأول، ورح نرجع نعمل حوارات أدبية بالأيام المقبلة. شكرا لمساهمتك معنا في المرصد الثقافي. أهلا وسهلا فيك، شرفت ويا هلا. أعزائي المشاهدين، معنا السيدة رنا إدريس المديرة العام لجناح دار الآداب. دار الآداب هذا الاسم الكبير كتير والعريق كتير في عالم النشر، شو بتخبرينا ست رنا عن نشاط دار الآداب في معرض بيروت للكتاب؟ بالنسبة لدار الآداب، معرض بيروت معرض كتير مهم، ربما أهم معرض، من ناحية أنه طبعا بيعلن عن إصداراتنا الجديدة للعام، يعني مثل الدخول اللي مسميها الرانتري الأدبية تبع دار الآداب، هي بتبدأ مع معرض بيروت. إذا كل الإصدارات الجديدة بتنزل، في تواقيع، حفلات تواقيع عديدة، مندعي ناس من برا، مثل لهالسنة جاي الأستاذ وسيني الأعرج يوقع على روايته جديدة مملكة الفراشة، جاي كمان من الخارج الأستاذة ليلى العثمان الكويتية توقع على كمان حكاية صفية روايتها جديدة. ومنحاول أنه دايما نعرف القارئ العربي على القارئ اللبناني على كتاب عرب ضمن مشروع دار الأداب، يلي ما زال مثل ما بدأ فكرته قومية، انه الثقافة هي اللي حتوحد العرب بالنهاية. ست رنا، بعد عنا هالأمل. ست رنا، معروف انه دار الآداب دار، يعني قلنا بالبداية هي دار عريقة، نشرت لأهم الروائيين العرب وكذلك لأهم الشعراء العرب. لما هيك الواحد ببلش مع أسماء كتير كبيرة ومهمة، ومنها يعني ما رحل ومنها ما هو يعني ما زال على قيد الحياة، بتصيري بتفكري كتير انه انا نشرت لفلان، بعد هلا لانشر لمين؟ قديش بتحسي هيك بحالة تعب وانت بهالشعور؟ لا ابدا، نحن لانه لما نشرنا لهالناس يلي اصبحوا عمالقة بعدين كانوا شباب. بدر شاكر السياب لما نشرنا له كان عمره 19 سنة، محمود درويش اول مرة بعد اول قصيدة لمجلة الاداب من سجنه بفلسطين كان فتى صغير. هيدول كلهم يعني الجيل يلي ربته دار الأدب، لذلك الآن نحن بعدنا بنفس الرسالة يلي عنا إياها، ناخد شباب صغار وبنعملهم عمالقة. ست رنا، بظل الظروف يعني نحن هلا عم نشهد معرض بيروت للكتاب، بيروت بحالتها السياسية اللي نحن ما بدنا نفوت بالتفاصيل، اللي فينا نقول انه حالة متعبة كما هو الجوار يعني كله. بالنسبة للمعارض، إذا مثلا معرض تونس بسبب الأحداث، معرض ليبيا بسبب الأحداث، أيضا معرض مصر وكذلك دمشق، والآن كمان بيروت أقيم معرضها في ظل التحديات، قديش هذا اللي اسمه الربيع العربي أثر على حالة المعارض الثقافية وعلى الحالة الثقافية بشكل عام؟ لا أكيد أثر اقتصاديا، أثر أمنيا، حتى أثر إبداعيا. ما عم نشوف أعمال مميزة يعني ولدت من رحم هالربيع العربي الحقيقة، يعني كنا متوقعين أكثر. نحن طبعا ننشر الكتب، عندنا لجنة قراءة بتدرس المخطوطات، ما وجدنا أنه في أقلام جديدة، يعني مثل ما عم بقول من رحم هالربيع العربي إبداع مختلف أو شيء. لا شيء كتير عادي، شيء كتير تقليدي. معظم المخطوطات رفضت هذا العام يلي بتتناول موضوع الربيع العربي وهيك، لأنه نحن ما بكفي أنه الموضوع يكون مهم، طبعا الموضوع مهم جدا، إنما لازم الفنية تبع العمل، التركيبة، الحبكة إلى آخره، كل الشروط الثانية تتلائم ومتطلبات دار الأدب لتنشر أي عمل فيه. ست
رانيا عفوا ست رنا، بدي اسالك بالنسبه للاعمال عندكم عداركم على الاقل ايهما يعني اكثر توزيع؟ هلا الكل يقول انه العصر عصر الروايه بامتياز، وهناك من يقول انه تقدمت الروايه يعني على التفوق الشعري اللي هو كان مثلا بالسبعينات والثمانينات هو المسيطر. هلا لما تجي دار الادب بتطبع باي الاكثر كتب المطلوبه اللي بتتوزع اللي بتحسوا انه بغض النظر يعني انه اكيد انتم داركم بتعطي قيمة أدبية، لكن بالإضافة للقيمة الأدبية لو دخلنا بالماديات يعني أكثر توزيعا أو أكثر بيعا؟ الرواية أكيد هو عصر الرواية، مثل ما قال جابر عصفور هو عصر الرواية. بهالرواية نفسها صار عم يدخل فيها لغة شعرية، يعني صار نوعا ما عم تعود شيء، عم تغطي شيء على الشعر، فيها فلسفة، فيها علم اجتماع، فيها دين، فيها مسائل تاريخية، يعني كل المواد بالعلوم الإنسانية والإبداعات الأدبية ممكن الرواية أنه تتضمنها، مشان هيك هلأ هي الصوت القوي. بهالمعرض كم رواية عندك للتوقيع؟ عندي 13 رواية للتوقيع وعندي 40 رواية جديدة هذا العام. ما شاء الله منتج روائي يعني كبير. بالتوفيق. نحن اليوم طبعا بأول يوم بالمعرض ما فينا نحكم أو نقيم، رح نرجع لعندك بآخر المعرض ونشوف حصيلتك بالمعرض وتقييمك للأداء اللي صار بمعرض بيروت الدولي للكتاب. لساعتها أنا بودعك وبرحب فيك مرة أخرى بالمرصد الثقافي. شكرا شكرا لكم. أعزائي المشاهدين معنا صاحب دار نشر وأيضا الشاعر إبراهيم جريفاني. هلا لقطناك كشاعر قبل ما نفوت بموضوع النشر، كيف الشعر معك؟ أولا سعيد أني شايفك نوال في هالمهرجان الثقافي السنوي. نعم. أيضا تظاهرة نحرص أنه نحج لها كل سنة، لأنه لقاء المثقفين ولقاء الشاعر أيضا بأوفياء الحرف شيء مهم جدا، وخاصة أنه معرض بيروت يعتبر من السمات اللي نفخر فيها في الوطن العربي، لأنه للعام 57 على التوالي. جميل. خبرني هلا أنت بالشعر لوين وصلت قبل ما فوت بمشاركتك وتفاصيل دار الرمك اللي حضرتك تملكها؟ نوال، الشعر هو هاجس لكل أديب، وطالما النبض موجود في الأوردة لابد أن الشعر يستمر. كان عندي توقيع في تركيا قبل تقريبا شهر. لأنه شو وداك على تركيا؟ لأنه مترجم الديوان إلى اللغة التركية. ممتاز. ويمكن ركزت في السنوات الأخيرة على التراجم، فترجم إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والتركية، والديوان القادم إن شاء الله بعد أسبوعين في اللغة الروسية. وقعت في هذه العواصم بكل مريح. صحيح صحيح. نعم، هو الهدف من التراجم هو أن تتواصل مع القراء بلغتهم الأم ومن خلال تواجدهم وأن يقيم توقيع فيها. أستاذ إبراهيم، خلينا نحكي عن دار الرمك اللي هي دار حضرتك، واللي هي بعتقد عبارة عن مزج ما بين مكتبكم في السعودية ومكتبكم الآخر في بيروت. يعني قديش هذا التشارك بين دولتين في دار نشر يخدم حالة النشر؟ العلاقة بين لبنان والسعودية هي علاقة روحين في جسد واحد، فما في شك أنه إذا حكيتي عن لبنان تحكي عن السعودية، وإذا حكيتي عن السعودية تحكي عن لبنان. العلاقة تاريخية وعلاقة جذور قوية جدا، مثل ما هي جذور الأرز متأصلة في الأرض، والمحبة اللي دائما هي وارفة في سماء الصداقة والأخوة بين البلدين. أعتقد أنه تواجدنا أصبح شيء ضروري جدا من خلال المثقفين، وهذه للسنة الرابعة إحنا نتواجد في هذا العام، ويشرفني أنه هناك عدد من كتاب اللبنانيين أيضا طبعوا عند الدار، وكتاب من مصر وكتاب من الأردن. كم عنوان صار أستاذ إبراهيم؟ عندنا 65 عنوان لحتى الآن خلال هالثلاث سنين الحمد لله.
ودار بعتقد يعني انه انت لانك شاعر تحيزت في البداية مجموعة غير قليلة من الدواوين الشعرية. ما في شك بالنسبة للشعر هو ماخذ يعني اكثر من 70%، وهناك ايضا الدراسات السياسية وايضا البحوث الدينية، هناك رسائل جامعية، هناك العديد الحقيقة. ولهذا العام ايضا حيصدر عن الدار كتاب جميل جدا، إيماءات لغة الجسد، فهذا اللي دكتور اسمه عبد الرحيم السالمي من أهم الكتب الحقيقة، لأنه كل القادة والقياديين يحتاجون إلى هذا الكتاب. ما شاء الله. نعم. أستاذ إبراهيم، هلا بيقولوا إنه الإنترنت يعني اللي صالح الثقافة الرقمية اجت على حساب الثقافة الورقية، يعني هناك من يقول انه لا غنى عن الكتاب، انه الكتاب شيء حالة، لكن هناك من يقول انه سوق الكتاب تراجع بسبب الانترنت، قديش هالمقولة صحيحة؟ سوق الكتاب لم يتراجع بسبب الانترنت، سوق الكتاب تراجع لضعف نشاط دور النشر وعدم فهمها لدور النشر بشكل صحيح. دور النشر لا تتبنى الكاتب ولا تروج للكاتب ولا تنشر الكتاب بشكل صحيح. القارئ المتلقي وما وجد ثقافة مجتمع متوفرة، فهي جزء من المثلث الجهل اللي احنا بنعاني منه، هي دور النشر. ايضا هناك وزارة التعليم في الدول العربية تهمش الكتاب، هناك وزارات الثقافة ايضا تهمش اي نعم تهمش الكتاب اي، فبالتالي يعني عدم انتشار الكتاب هو سبب من ثلاث اضلاع مهمه جدا، فاحنا بتمنى انه يعاد نظر نتجاوزها. اما الانترنت بالعكس عامل مساعد لنشر الكتاب ونشر الكتاب وتواصل الكتاب والمؤلفين والشعراء والادباء مع قرائهم. أستاذ إبراهيم شكرا لمشاركتك، انبسطنا فيك بالمرصد الثقافي، شاعر وناشر وصديق إلي ولبرنامجي. شكرا نوال، وشكرا لقناتكم الرائعة. شكرا. أعزائي المشاهدين، معنا ضيف آخر في معرض بيروت للكتاب الدكتور وليد عربيد. دكتور وليد أهلا وسهلا. مساء الخير. يا هلا، هيك أنا دايما الجامعة اللبنانية لأنه تلميذتكم بضل عندي هيك شغف وعطف اتجاه الجامعة. دايما عندك لهفة للجامعة وللثقافة وكمان لتدعيم العلاقات بين الدول العربية. إن شاء الله. الله يخليك دكتور. دكتور وليد، العولمة بين الثقافة والاقتصاد، وقدم له الدكتور بعتقد اللي هو سفير في اليونسكو نصيف حتي. انت علاقاتك الفرنسية ممتازة. اولا الدكتور نصيف حتي صديق، نعم، ويعني يخدم القضية العربية في باريس، نعم، ولا سيما انه انا كوني رئيس جمعية متخرجي جامعة الفرنسية، فيعني معناتنا الفرنكوفونية هي التي تجمعنا، نعم، ولكن تجمعنا من اجل الدفاع عن القضايا العربية وخاصة العلاقات الثقافية. اليوم حين اردت ان اكتب هذا الكتاب العولمة بين الثقافة والاقتصاد، وحضرتك تكلمتي انه استاذ جامعي، هو هذه المادة التي ادرسها في السنة الثالثة في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، فأردت أنه يكون هذا يعني دكتور كتب عن العولمة الكثير، يعني العولمة تحديدا هذا الموضوع اللي ملأ الدنيا وشغل الناس، كتبوا عنه في الشرق وفي الغرب وبالعربي وبالفرنسي وباللغات الحية الأخرى. حضرتك أخذت العولمة بتوين ما بين الاقتصاد والثقافة؟ أنا أولا هذه الندوة يعني يعني نظمتها عام 2003 ولكن باللغة الفرنسية، وهي تسمى مونديالايزاسيون اوتو لا كولتور ليكونومي. طبعا عزمت انا مجموعة من رجال الاعمال والمثقفين وتكلمنا ما هي الرابط بين الثقافة، خاصة ان اليوم الثقافة هي عنصر اساسي في عولمة اردناها ان تكون عولمة ليست متوحشة، بل عولمة ترتكز الى الانسانية. الثقافة غير الاقتصاد ترتكز ايضا الى التطور الحاصل اليوم من جهة الانترنت يعني الاتصالات وتطورها. طبعا العامل الاقتصادي عامل مهم، وهو انه هلا نحن انا بحب كون بعولمي ولكن ليست متوحشة، ولا يسيطر الرأس المال على الطبقات او على الدول الفقيرة. فلذلك انا اردت يعني مثل ما تكلمت حضرتك
في كتب كتير ومراجع كتير وكل العالم عم تكتب، لأنه العالم اليوم أصبحت في العلاقات الدولية إلى أساس، ولكن يجب تركيز على المفهوم وإبراز معاييرة أمام يعني الرأي العام، وبالتحديد الرأي العام العربي. هلا بالمونديزاسيون أو ريجيوناليزاسيون بالفرنسي، يعني معناتها في كتير كتبت عن هذا الموضوع. دكتور، نحن هلا بمعرض بيروت للكتاب، وعم يكون المعرض يعني صار افتتاح هذا المعرض بظرف سياسي صعب يحكم المنطقة، في تحذير أمني للرعاية الخليجيين، تونس مشغولة بمشاكلها، ليبيا، وهو يحمل معرض بيروت العربي يعني أو الدولي، مشاركات يعني عربية خجولة. قديش حاسس أنه هذه الحالة السياسية انعكست على حالتنا الثقافية؟ يعني أولا الحالة الثقافية، ونحن كنا نعلم وحضرتك بتعرف أنه بيروت هي منارة ثقافية، نعم، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم العربي. أنا على ما أعتقد اليوم يجب أن نوجه رسالة إلى الدول العربية، إلى العالم الإسلامي، الفضاء الإسلامي، لأنه في العلاقات الدولية، وخاصة أن كتابي العولمة بين الثقافة والاقتصاد، نعم، لن يدخل ضمن علاقات دولية جديدة في عالم متجدد في عالم متعدد الأقطاب. أين هو موقع العالم العربي؟ أنا على ما أعتقد يجب النظر في هذا المعرض، من هذا المعرض باتجاه الدول، وإقامة صرخة للدول العربية من أجل التوحد، من أجل إقامة عالم عربي ذو حداثة، يستفيد منه كل عربي. أنا مع حولمة عربية أولا، وأنا مواطن عربي ولست مواطن لبناني، والمواطن العربي يجب أن يضرب الحدود، ولكن نحن هذه الحدود يجب أن نبني أنظمة سياسية ترتكز إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى الاحترام الآخر. التنوع بكل بلد على حدة هو غنى وثقافة، يعني غنى في الثقافة وغنى بالتنوع إن كان في الديانات. فلذلك اليوم صرخة من عندك، منقول يا أيها العرب تحدوا، من أجل أن العالم عم يتغير، العالم يتغير حتى نوصل بمنتج ثقافي موحد. ويجب على المشاهد العربي أن يقرأ ويقرأ ويعي ما يحصل في العالم من تغيرات، وأنه العلاقة الدولية تتغير. دكتور، شكرا لوجودك معنا بالمرصد الثقافي، وإن شاء الله كتابك العولمة ما بين الثقافة والاقتصاد يجد الصدى المناسب لباحث جدير وقدير مثل حضرتك. شكرا لوجودك. شكرا لك، وإن شاء الله أنه كمان أنت ضليك يعني هالمنارة الثقافية بهالمرصد الثقافي. شكرا جزيلا. استاذ علي، دا اخت المتعه، ميكانيك الغرام، الدار غوايات، شو قصتك؟ على كل حال، انه هني كانوا وعدينا بالجنه، وانا تقدير الجنه بعيد عننا، فجبنا الجنه على الارض عشان هيك. ايه، مش جنه، شو فيها؟ مش حور العين وخمر ولبن وعسل؟ انا هي صارت بدار غوايه، جبت لهم على الارض، ليش بدهم يتحملوا مشقه ويروحوا على الجنه؟ خلص الجنه جبناها على الارض. استاذ علي، نحن هلا بمعرض بيروت للكتاب، نحن باليوم الاول، دائما اليوم الاول، يعني ما فيك تعطي اي تقييم عن المعرض، خاصه انه يعني نحن عملنا استطلاع ببعض الدور وسالنا، في خوف وقلق من عدم نجاح المعرض مرتبط لربما بالحاله السياسيه والامنيه والمتغيرات اللي بتعيشها لبنان والمنطقه. حضرتك صاحب دار، شو المشاكل اللي واجهتكم الى الان بمعرض بيروت للكتاب؟ بالأساس الكتاب في الوطن العربي يواجه مشاكل كثيرة، ولكن لو إذا كلنا تخلينا عن دورنا في الوقوف إلى جانب الكتاب بروح الكتاب. فنحن يعني مصرين رغم كل الظروف، بالعكس هذا هو التحدي الأكبر، أن يكون الكتاب حاضر في ظل هذه الظروف الاستثنائية. روايتك اللي منعت، أخت المتعة، يعني أنه قديش كم رواية يقدر يفتح دار خاصة له حتى ينشر رواية، يعني غيرك كمان كتب في المحظور ومن الممنوع وما وجد من يساعده. يعني أنا أخت المتعة أخذتها على أكثر من دار نشر، ورفض دور النشر تطبعها للجرأة اللي فيها، حتى الاسم، حتى لما يعني شافوا الاسم نأزوا منها، فبرمت على أكثر من دار نشر ما كان حدا، إلى أن تبنتها بإحدى دور النشر اللي هي مكتبة بيسان، وبعد نشرها بأربعة أشهر منعت الرواية. وبعد ما منعت الرواية أصبحت من أكثر الروايات مبيعا في الوطن العربي،
وعندما يعني حصل هذا الأمر بالمنع أخذت قرار أنا بفتح دار نشر لاحتضان أخت المتعة. حتى تنشر كل شيء ممنوع يعني؟ كل شيء ممنوع بدي كل وأنا على كل حال يعني بستغلها أو بنتهزها فرصة لأقول للكل أي كتاب ممنوع أنا مستعد نشره على نفقتي. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي معكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد.